تعالوا نروح لي زميلنا العزيز محمود شاكر من قطر في آخر أيام المونديال. محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري وبرنامج رقم 10. يا محمود مشرف ومنور كالعادة، أديت أداء عظيم جدا ورائع جدا في هذه البطولة زيك زي كل المنتخبات في هذه البطولة. أنت حظك الحلو أن أنت حضرت كأس عالم تاريخي والأفضل في التاريخ، وحظنا الحلو أن أنت كنت معنا من قطر. لا حقيقة كريم، كل تحية ليك وكل تحية لمشاهدينا الكرام في كل مكان. خلاص النهاردة آخر يوم وآخر أيام المونديال الجميل جدا جدا، المونديال اللي ابتدى بالأكثر جدلا لكن انتهى بالأكثر متعة وأكثر إثارة طبعا في مباراة نهائية كانت خيالية من أول طبعا حفل الافتتاح لغاية حفل الختام. النهارده بجد كريم كان يوم جميل جدا، وصادف النهارده انه يكون اليوم الوطني لدوله قطر، فالناس كلها اجازه من امبارح، احتفالات مش بس بنهائي كاس العالم وبختام كاس العالم ولكن برضه باليوم الوطني. عاوز ارجع كريم بس معلش كلامك شويه، نبعد شويه عن الموضوع. طبعا كريم كل الموضوع عندنا في مصر عاوز حاجات كتير جدا، تشوف هنا التنظيم، تشوف الدخول المباراه، تشوف الخروج الناس من المباراه، تشوف الارضيه بتاعت النجيل زي ما انت بتتكلم، مش فكره ان اي لعيب بيلعب عادي. انا محمود كنت عايز اسالك اكتر على الاجواء ما بعد هذه المباراه. انا شفت شويه لقطات كده انه الجماهير كانت بتحتفل مع الباص بتاع الارجنتين وكان في حاله حلوه قوي، يعني عايزك تحكي لي اكتر عن الاجواء اللي حصلت ما بعد المباراه في الشوارع عندك. هم كانوا محضرين يا كريم ثلاث بالظبط ثلاث حفلات، سوري حفله كرواتيا وحفله للمغرب وحفله الارجنتين وحفله فرنسا، كلهم كانوا مفتوحين، كلهم مكتوب عليهم تشامبيونز 2022، وكل واحده كانت جاهزه لاي منتخب من الاربعه ان هو اذا يكسب هيكسب فيها. مجرد ما انتهى المباراه فضلت لعيبه الارجنتين كتير جدا جوه الملعب اكتر من بعد المباراه تقريبا ساعه ونص او ساعتين الا ربع، فضلوا موجودين جوه الملعب ونزل لهم الاهالي بتاعتهم ونزل لهم كل العائلات، قعدوا يحتفلوا في الملعب لمده وفتره كبيره جدا. بعد كده كلهم ركبوا الباص والحافله وبداوا بقى ان هم يتحركوا في الدوحه، يبداوا يمشوا شويه يدخلوهم الكورنيش، مش ممشى بس يدخلوهم الكورنيش لحد وصول الفل بتاعهم. طبعا الجماهير الارجنتينيه كانت عامله حمل النهارده، هم خلاص بداوا يختفوا كلهم دلوقتي او مفيش حد ارجنتيني، كل الاعلام اللي انت شايفها ورايا كريم هي بس الا طبعا يعني الجنسيات الثانيه اللي بتشجع الارجنتين، كلهم طبعا سعداء جدا بميسي زي ما انا شفتك تحفيز سعيد بميسي وكل الناس سعيده بميسي. احتفلوا كلهم مشوا يعتبر من هنا من لوسيل بوليفارد، النهارده اليوم زحمه بطريقه لا تتخيلها كريم، مش ممكن مفيش مكان، لدرجه ان في المترو بالظبط من ثلاث ساعات قعدوا يقولوا اللي رايح اللوسيل، عارف انت هنا المحطه بتاعت القريبه من المكان ده اسمها اللوسيل كيو ام دي، قالوا يا جماعه اللي رايح اللوسيل في المحطه الساعه يعني الساعه الاستيعابيه اللي ممكن تستوعب الناس كل محدش يروح، ولكن برضه فضلت مكمل معاهم لحد لكن حد ما جيت هنا ان هم بيحاولوا يمشوا الناس، كان في زحمه مش طبيعيه، الاجواء كانت رائعه. للاسف زي ما انت شايف ورايا بداوا يشيلوا الاعلام اللي كانت دايما موجوده دايما في الاجواء هنا اكثر من رائعه، والجماهير لسه طبعا بتحتفل، جماهير ارجنتينيه كلها راحت زي ما بقول لك على الكورنيش وراحوا يحتفلوا بالحياه. خلاص يا كريم المونديال للاسف خلص، عشنا ايام جميله جدا جدا وعشنا ايام حلوه جدا وانا استمتعت بيها معاك. بص كده جنبك طيب، أكيد. بص جنبك إيه؟ بص جنبك طيب، خوفني الناس هنا طبعا كله فرحان، كله فرحان، كله بيقول لك فاموس ارجنتينا كريم، الناس كلها كانت بتيجي على ارجنتين النهارده، معرفش كان في شويه ناس صفر كده مش عاوزين ميسي يكسب. يا جماعه يا جماعه ميسي ياما فرحنا. انت بتشتم ليه طيب يا محمود؟ يا كريم تشتمني ليه يا اخي؟ لا كريم والله اللي حصل النهارده هو والله العظيم ما ينفعش ميسي يضبط كوره ناخد كاس عالم، مش السيناريو ده ما ينفعش ميسي يروح 2014 ويخسر، وما ينفعش يروح 2022 ويخسر، ومع ان السيناريو كان مرعب يعني لحد الدقيقه 83 2-0 والدنيا تتقلب. عاوز اقول لك كريم فهي ظهرت اصلا في التليفون ساعه الماتش من تحت كده في الدقيقه وانفجت صفر من المنتخب الفرنسي والتوتال شوت صفر، مفيش اي هجمه خطره كانت للمنتخب الفرنسي، ولكن مره واحده الدنيا اتقلبت ومبابي، مبابي مش طبيعي يعني، احنا بنتكلم على ميسي بنتكلم على كريستيانو، ومبابي هو قدامه فرصه يعني عاوز اقول لك هو هيحطم ارقام اي حد في كاس العالم، يعني هو مبابي ممكن تقول قدامه اثنين كمان مونديال او ثلاثه مونديال هو هيحطم الارقام كلها بتاعت كاس العالم، ما اعتقدش ان في حد يقدر يجيب الارقام بتاعته سواء اسيست او سواء عدد احصائيات البطولات، انا متاكد ان هو عايز واحده كمان لان هو لعيب
النهارده شفنا بيلعب لوحده يعني، عمل حاجات غريبه بصراحه. زي ما انا بقول لك النهارده ده حصل بقى انصاف لكره القدم، والاجواء خلاص هتبدا تتلم هنا، من بكره بقى تبدا الدنيا ترجع هنا تاني الضحى بقى، مواعيد العمل العاديه والريش هيبدا يتفتح، والاستاد برضه انت عارف الاستاد ده اصلا شارع رايح جاي مشهور هنا جدا، معمول ماتش برضه هيبدا يتفتح وخلاص يعني الدنيا خلاص بتلم. انا بقى في الاخر عاوز اشكرك شكر جزيل وشكر كبير جدا جدا يا كريم، اكيد على الثقه اللي انت اديتها، ويا رب نكون كنا قد الثقه دي. عاوز اشكر زملائي اللي ورا الكواليس واللي ورا الكاميرا واللي في الاستوديو واللي في الكنترول، الناس دي تعبت معايا جدا جدا جدا، انا مش معقول اساميهم واحد واحد عشان حد، انا بشكرك كلهم عارفين، هم كلهم عارفين مين بجد يا كريم. بشكر الناس دي كلها وبشكرك انت وبشكر اكيد القناه الاولى بجد يا كريم، انا انبسطت ويا ريت تكون يعني كنت خليك معايا، خليك معايا لحظه بقى عشان عايز اقول كلمتين في حقك، خليك معايا لحظه. محمود شاكر مراسلنا، مراسل التلفزيون المصري برنامج رقم 10 في قطر، هو كان ضيف عزيز عليا دايما، طرفت عليه من فتره قريبه، محلل كوره شاطر جدا جدا، وكان مسافر يحضر كاس العالم، طلبت منه ان هو يكون مراسلنا خلال كاس العالم، وبصراحه اختبار عظيم وكبير لي. محمود اصلا راجل مهندس اساسا، فمحمود شاكر انه يعني يخش اختبار انه يبقى مراسل، اول مره في حياته يبقى مراسل وفي كاس عالم، اهم بطوله في كره قدم في العالم، دي مهمه شاقه جدا على اي مراسل اصلا، ما بالك انت واحد لاول مره يبقى مراسل يعملها بهذه الكفاءه وهذه الروعه. محمود حقيقي انا بشكرك من كل قلبي، انت كنت رائع جدا على مدار البطوله. كلامك ده، كلامك ده احلى حاجه في اخر يوم حبيب. والله العظيم يا كريم هو ده احلى حاجه. يلا مستنيينك، مستنيينك في الاستوديو بقى ان شاء الله، توصل بسلامه. وبشكرك شكرا جزيلا، اشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري برنامج رقم 10 من قطر.